بسيط انا يبغاك حبيبك انا هو اللي بغيتك صح انت هي ماشي جيبك انا هو اللي انهارت زدتي ما قدرتي فرحة هداك ليا الهدي وصاني وقلت يا مرحبا زدتي عريان وكنشبكي ما عندك صحة رزق من عند الله وانا السبب اللي ضحى من بعد اسبوع مشاو لي جاو بيك يرحبوا بقيت معاك شهر شهر تبديتي تحبوا كتبات مسهرني ببكاك وفي الصباح نمشي نخدم نهدم صوار ونبني دار من بعد ما نشطب الردم ومني نرجع ملقاك تتسلى في الباب وتسول بابا شنو جاب جيلي وديما عندي الجواب ديتك تقرا بحال قرانك من وصلت للقراية شفتي المعلم خفتي وجيتي خبيتي ورايا مديتك ليه وكتبكي كتغوت بابا بقيتي فيا ولكن خاصك توجد لدابا مشينا على رجلينا على حساب خطاويك الى عييتي نهزك ويلا مرضتي نداويك تندورو مدينتك باش ما تضغش وش نوريك البلايك في الصيف نديك للبحر ونصورك عند الفلايك وتسولني سؤال ممل اسئله غريبه وانا حاشا باش نمل تنجاوب محل وطيبه مني كنشوفك تاكل كنشبع في كاجي كنهز الحديد وكنتفكرك كيولي فرشي وغلطلك صوتك وعرفتي كل شيء واش قدوك شافك عاد طلقتك تمشي هزيتك باقي صغير وكبرتي هزيت همك ما نتيق باللي قالوا عليك كنتيق باللي قال فمك وليدي هو الاول واي حاجه تتاجل ويلق صحيش معاك شي نهار غير باش ترجل واليوم انت راجل وانا عيان قدامك انا فخير ايامي اللي مشوف اول ايامك جيني واقف واقف معاك وقفة الرجال عمري ما تسع واليوم تقلبت الآية أنا بلي الصحة جاي واقف بصحتك واش تتعامل معايا كما تعاملت معاك ولدي هك انا عجوزه ولدي وتهدت ليا البنيه عمني كي عملتك نهار جيتي للدنيا الا كتبتي الاسئله وما وضعتي عصبوك ما تغوتش عليا ولدي انا راني بوك الا درت هاد حوايجي حيت ما وصلتش للكابينه تفكر بلي انا وامك درتيها باليدينا الا شي نهار ولدي قنطت وبغيت نخرج ما تبخلش عليا بوقتك خرجني ندرج الا شي نهار قنطتي مني اولا عيتك غير صبر يعطيك رضاك صبرت على وديتك ولدي العزيز الا مرضت شري لي الدوار على ودك شحال سلفش من بعد ما جيبي خوا ولدي الحبيب ساوي وزيد ساوي معايا صبر عليا راني بواك عطيني الرعايه ما عرفنا شكون السابق وبقى لي معاك قد ما فاش وبقى لي والو غادي نودعك وتقول بابا مات عملني كي عملتي